أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل دون تجزئة، مشددا على أن مصر تولي هذه الحقوق أولوية بارزة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد السيسي على أن الشعب المصري وحده هو صاحب الحق في تقييم خطوات ما يتمتع به من حقوق. الحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية، بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مواطنيها. وما حقوق الإنسان بشعارات تغنى، ولكنها أفعال على الأرض تكفل للإنسان حياته وكرامته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع من جديد الأمور في نصابها، ويدفع وجهة النظر الأوروبية إلى واقع مصري جديد غيرته سواعد المصريين، فردت حقوق الإنسان إلى من حرم منها في مسكن آمن وآدمي عبر مشاريع ضخمة كلفت الدولة ملايين الجنيهات رغم ظروف اقتصادية صعبة. إن كان في عندي 250 ألف أسرة موجودين بيعيشوا حياة غير أدمية على الإطلاق، غير أدمية على الإطلاق، كانوا موجودين. أنا بس عشان لا يليق إن أنا يعني أجرح مشاعر مواطنينا، يعني كانوا موجودين في سكن لا يليق بأي بشر. عندما توفر لهم الدولة المصرية ذات الظروف الاقتصادية الصعبة توفر 250 ألف شقة، 250 ألف شقة مفروشة يعني متأسسة، عشان نقول للمواطن ده ان مصر شايفاك ولن تسمح ان هي تتركك في الشارع. وهل من حق إنساني أفضل من توفير مسح طبي شامل يستهدف كل أبناء الشعب المصري، لتتحول مصر في بضعة أشهر من دولة تتصدر الإحصاءات العالمية في أمراض الكبد خاصة معدل الإصابة بفيروس سي، إلى دولة تحقق معدلات عالمية غير مسبوقة في نسبة التعافي؟ لما أقوم ببرنامج هو الأكبر على الإطلاق في العالم كله لعلاج الفيروس سي في مصر، كانت مصر فيها ملايين من المواطنين مصابين بهذا المرض، ممكن دولة زي دولة متقدمة في أوروبا تعمل البرنامج ده لأن قدراتها الاقتصادية والتنظيمية والطبية تقدر تعمل ده. إنما لما أنا أقوم هنا في مصر، مش أنا، الدولة المصرية تقوم بعلاج 55 مسح طبي ل 55 مليون مصري حتى تتأكد من سلامتهم، واللي يبقى مصاب بالمرض اللي كان موجود هو الأعلى في العالم كله يبقى مش موجود. وعن مفهوم حقوق الإنسان العام وبمفهومه الشامل، يحذر الرئيس السيسي من اختزال حقوق الإنسان في شعارات براقة دون الأخذ في الاعتبار ما تواجهه مصر من حرب على الإرهاب تفرض على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أمنها واستقرارها. قوائم انتظار للمرضى في مصر كانت بنعالج، بس تقدر مصر تعالج 10,000 مواطن في السنة، وتقدر تدبر الموارد لكده ل10,000. عندما تقوم مصر خلال الثمان شهور اللي فاتوا بمعالجة 10,000 كل شهر بمعدل 120,000 حالة انتظار لعلاج علاج ضخم، علاج كبير، اللي بتقوم بحرب على الإرهاب منفردة بقى لها 5 سنين، ما يعني ذلك من تكلفة، سواء كانت تكلفة مادية أو تكلفة أمنية أو تكلفة اقتصادية. لما أعمل الكلام ده 120,000 مواطن أسعد أسرته وأسعد ده وأسعد ده، هل ده مصر ما رعتش حقوق الإنسان من منظور آخر غير المنظور اللي انتم بتتكلموا فيه؟ ثم يدع الرئيس السيسي حدا لبعض الأصوات الغربية والأوروبية التي تفتقد إلى الدقة في ادعاءاتها، حين أعلن في حضور نظيره الفرنسي أن الشعب المصري وحده صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق، وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية. حقوق الإنسان مكفولة بالدستور والقانون، وترعاها الدولة رعاية كاملة عبر مشاريع قومية تستهدف توفير مدن جديدة وشبكة طرق قوية وخدمات صحية تقدم للمواطنين كافة، وتوفير بيئة صحية للتعبير عن الرأي والفكر في إطار الحفاظ على كيان الدولة ووجودها.